عنوان قضيتنا لهالاسبوع متى المرأة تكون سبب بطلاقها. تعالوا معنا خلينا نعرف شو رأي الشارع بالموضوع. الحب اللي تألف عنه حكايا دعاني روح بسوء النهوايا، صرنا عبعض بنرفع قضايا. متى المرأة تكون سبب بطلاقها؟ المرأة تكون سبب بطلاقها؟ والله هذا السؤال صعب شوي، بس من كلك لما بتكون يعني ناشر، لما بتكون ما بتطيع جوزها، لما بتكون تبع عمل الفاحشة. متى المرة تكون سبب طلاقها؟ المرة تكون سبب طلاقها؟ والله ما في سبب. تكون مرة إذا كانت بنت حلال ومستورة ما في سبب لطلاقها. أشكرك. مرحبا عجي، كيف حالك؟ متى المرة تكون سبب طلاقها؟ إلا كان يتغير صاحب تاني. أشكرك. كيف حالك؟ نسألك سؤال، كيف صحتك؟ الله يسعدك. متى المرة تكون سبب طلاقها؟ متى تكون سبب طلاقها؟ إذا كانت ناشز، الله وكيلك، يعني إذا كانت لا ترد لا عجوز ولا أخو ولا إنسان في الدنيا. أشكرك. هذا الطلاق. لما ما ترد عجوزها، لما بكون في مشاكل، لما بكون سنها طويل، لما تكون مقصرة بحق بيتها وزوجها وأولادها. إذا كانت تصرفاتها مو منيحة مع زوجها. وتكون عنيدة وما تسمع كلام جوزها. بيحكي لما تكون عنيدة وما بتسمع كلام جوزها، شو رأيك؟ لا نحن مش عنيدين. يعني هلا هي مو عن... أنت عم تقول إمتى؟ بشكل عام. بس تكون شو؟ عنيدة وما تسمع كلام جوزها، أكيد بدي أقول لها الله معك عبيتي. مرحبا، كيف حالك؟ بسألك سؤال. متى المرة تكون سبب طلاقها؟ متى المرة تكون سبب طلاق؟ تكون بتكون بمعقة زي ما لها شخصية إلى وعدم اهتمامها مسؤولية في البيت، وفي عندها تقصير من ناحية الزوج والأهل وبيت أحمى. متى المرة تكون سبب طلاقها؟ عندما تقومش بواجباتها في البيت. متى المرة تكون سبب بطلاقها؟ لما ما يكون جوز منيح. لا تكون سبب بطلاقها. لما ما احيانا في اسباب كثير، اذا ما كانت مهتمه باهلها، ما مهتمش باولادها، بتهتم باشياء ثانيه، كل سبب بطلاقها. مرحبا حجي، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. متى المرة تكون سبب بطلاقها؟ متى تكون سبب بطلاقها؟ سبب طلاقها أول شيء عندما تخالف الزوج، واحدة، تنتين عندما تخرج من البيت بدون إذن زوجها، ثلاثة إذا كانت تتنصب على زوجها بالكذب، أربعة تتلقى ضيوف الغير مرغوبين في بيتها. متى المرة تكون سبب بطلاقها؟ المرة سبب تكون بطلاقها؟ والله عدة أسباب. أعطيني واحد. واحد من الأسباب الطلبات الكثيرة. متى المرة تكون سبب بطلاقها؟ خراب بيتها. الله يعني. في نساء ما تعرفها ولا لا تعرف. اوكي. لا انت بدك تجاوب. متى المرأة تكون سبب بطلاقها بخراب بيتها؟ متى ما بكونش في سبب. وهذا بالبلد. كيفك؟ شو اخبارك؟ نسألك سؤال صديقي وزميلي، بما انك انت تشطف، متى المرأة تكون سبب بطلاقها؟ لما ما تشطف. المرأة تكون سبب في طلاقها، انا بقول لك كيف. أول إشي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا. ثاني إشي لما تكون بدها تصير زي إليسيا، إليسا، بس هي مش نافع معها. ثالث إشي لما ما تكونش بتعرف تطبخ، هاي مصيبة. مصيبة الطبخ بتكون سبب بطلاقها. لما تسوي مشاكل بتكون سبب طلاقها. عند أي سبب بتسويه على المرأة بيكون يطلقها جوزها. ما بتسوي سبب ما بيطلقها، يحبها من هون ومن هون تطلع نجمة. أنا رجل من حبابين النساء وليس من حبابين الرجال.
لان النساء هن الكل بالكل، واللي بيحب النساء ما هو رجل. طيب اذا خايف المره تسمعك ها؟ المدام تسمعك. تسمعني واسمعني والله، حط عليها الثالثه. والله يا ريو والله عندي ثنتين والثالثه وجيه. الله يقويك. بس طيب كيف غير على الثلاث؟ ها؟ القدر يركب اربعه يا حج على ثلاثه.